ما تعشموش حد بلقة وما فيش في ايديكم غير فراق. الجملة دي فيها وجع كتير قوي. ما تهتمش بحد وانت متأكد انه هيتعلق بيك. ما تهتمش بحد وانت عارف انك مش هتفضل معاه، وانت عارف كويس قوي انك هتسيبه في يوم، علشان خلاص عارف ان احتياجك لإحساس ان في حد حياته واقفة عليك هيخلص، وهتبدأ تشوف احتياج تاني. ما تدخلش حياة حد وانت عارف انك هتبوظها. هو عارف ان حياته بايظة، بس على الاقل بدأ يتأقلم على ده. انت بتطلب من انسان يرمي كل حياته ووجعه ورا ظهره ويمشي معاك طريق طويل، بس وقت قصير معاك. ما تخليهوش يتفائل وتطلعه سابع سما وتنزله مرة واحدة على جدور رقبته عشان انت عارف انه محتاج ده، وترجع تقول انا ما عملتش حاجة. لا، انت عملت. انت عارف ان حياته مكركبة، بس على الاقل هو عارف كراكيبه. انت فعلا اناني. ما تمدش ايدك لغريق وانت مش هتقدر تنقذه. والله اهون انه يموت مرة احسن ما تموته انت بانانيتك مليون مرة.